الشحات عدى وفات الشحات. يا ولد يا ولد يا ولد، المره دي ركله جزاء، المره دي ركله جزاء ما فيهاش كلام. محمود بسيوني اول ركله جزاء ليه خلال السبع لقاءات وخلال لقائه رقم 100 لحسين الشحات. الاول اداله كارت، لكن دي ما تعديش يا جدعان، الخطا موجود. وقر داخل كهربا، داخل كهربا وجول جول 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 جول. كهروب كهروب اللي كل ما ينزل يضيق ويسعد الجمهور، جمهور النادي الاهلي بثالث الاهداف خلال هذا الموسم لمحمود كهربا، وهدفه رقم 42 في لقائه رقم 120 في مختلف البطولات. محمود كهربا حطها 10 على 10 على شمال احمد مسعود علشان الثنائيه تبقى ثلاثيه، والنادي الاهلي يرد رد قوي وحاسم على تعادل الذهاب بثلاث اهداف نظيفه.